بعد هذا رسالة بعث بها مستمع من اليمن يقول عبد الله أحمد عبد الله يسأل ويقول يقول بعض الناس إن أكل لحم الخيل حلال فهل هذا صحيح وإذا كان صحيحا فهل تتفضلون بذكر الدليل جزاكم الله خيرا. نعم هذا صحيح, أكل لحوم الخيل صحيح على الراجح من قولي العلماء, والدليل حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه, فهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك, لا سيما وأن أسماء بنت أبي بكر هي أخت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, فلها علاقة ببيت النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا ولم ينكره فدل على إباحته, وكذلك الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه, ولم يدل دليل على تحريم لحوم الخيل. نعم.